أولاً، دعونا نلقي نظرة على مكونات الجهاز في الصندوق. دليل المستخدمين: قرص البحث، السماعة، صندوق النظام، 4 بطاريات AA قلوية، حلقات ومسامير وقطع لتثبيت الكابل، حزام ربط الذراع، المقبض وذراع البحث، الجزء الأيمن والأيسر، عمود تمديد ذراع البحث. الآن سوف نقوم بتجميع الجهاز. قم بإدراج المسامير المخصصة للتثبيت في المكان المخصص، ثم قم بربطها جيدا. لكن لا تقم بشدها كثيرا لأنها ستقوم بالشد لوحدها بعد وضع علبة النظام. بعدها قم بوضع صندوق النظام في المكان المخصص له، ثم قم بإدراجه. بعد ذلك قم بشد مسامير الربط. قم بتوصيل الكابل الموجود تحت المقبض اليدوي وقم بربطه جيدا عن طريق ربط مشبك الكابل. ادخل حزام ربط الذراع عبر ربطها بالثقوب الموجودة في الذراع. ادخل البطاريات مع مراعاة العلامات زائد وناقص أثناء وضع البطاريات. لربط قرص البحث، قم بوضع حلقات التثبيت الدائرية في المكان المخصص لها في نهاية ذراع البحث. عندها قم بوضع عمود التمديد على قرص البحث، ثم قم بربطه جيدا عن طريق المسمار المخصص لذلك. لتركيب ذراع البحث قم بفك المسمار اللولبي الموجود على الذراع. قم بالضغط مع التثبيت على الزر المعدني لتثبيت ذراع البحث حتى تتناسب مع الظرف المعدني. عندها قم بربطه جيدا عن طريق المسمار اللولبي. أخيرا بعد ضبط طول الجهاز قم بشد المسمار اللولبي جيدا. قم بلف الكابل حول ذراع البحث باتجاه الأعلى كما هو موضح في الفيديو.
بعد توصيل كابل قرص البحث تحت صندوق النظام في المكان المخصص له، تأكد من ربطه جيدا. أخيرا قم بربط الكابل من خلال تثبيته بثلاث مشابك. تجميع الفورس مكتمل الآن.